اللهم إني داع فأمن، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعصيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقبين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاقدين، وأرث قلوبنا باليقين، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، ولا معذبا بنار، يا عزيز يا غفار، اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، فإن أجسامنا على النار لا تقوى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب من إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الوجه الأنور، والجبين الأزهر، والمقام الأطهر، اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة، لا نظمأ بعدها أبدا يا كريم، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير، ونعم القريب المجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه.